عادة أكثر شيء ثريد، يعني الثريد هذه الطبخة اللي ما تتفوت ما تتفوت، هذه من خصائص شهر رمضان، هذه الوجبة المفضلة. ثريد ما يبغى لك كلام، الصالونية، الماي لحم، ماي دجاج، هي طبخات رمضان يعني معروفة. أحلى طبخة الله يسلمك بشاميل. بشاميل في شهر رمضان إيه معروفة عند البحرينيين والخليجيين، الهريس. شوف أحلى طبخة وأحسن طبخة الهريس، احنا معتادين عليه الثريد وعقب الهريس، هذا الاثنين لازم يكونوا موجودين أساسيين. السمبوسة رمضان أنا قانا رايس، هذه كلها حلو حلو، هذه سويت، هذه بار هذه الحمد لله رحمة. أحلى طبخة في شهر رمضان، أنا لازم تقول لي سؤال، ويش ما في شيء حلو في شهر رمضان؟ كل شيء جميل، نجيد كباب، قيمات، ثريد، عيش وسمك، عصيد، بلاليط، يعني كل شيء مدام مرهون بشهر رمضان فيه خير وبركة وجميل. يعني كل شيء، المنيو كامل. المنيو كامل. السلام عليكم، وياكم أحمد في برنامج وش يقول، وسؤال الحلقة اليوم، وش أحلى طبخة في شهر رمضان؟ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات، كومنت بعد، وش أحلى طبخة في شهر رمضان؟ ثريد ما يبغى لك كلام. القيمات أحلى. لا هي السويت قيمات، بس الطبخة الرئيسية في شهر رمضان الثريد، هي المتعارف عليه في الدراز عندنا وفي مناطق القرى الشمالية، بالإضافة إلى الطبقات الثانية من رز سمك أو إلى آخر. يعني الثريد ينفخ البطن واجد صراحة، إذا أي شيء تثقل فيه بينفخ بطن، بس الخبز بشكل خاص يعني خصوصا دام الخباز من الدراز يمكن ينفخ البطن زيادة. بلى اتخذ لك نص قرص وكله، مو لازم تاكل لك يونية ثريد، بس من الفجر للمغرب صايم بس نص قرص. حاول ايه حاول تضبط روحك ان شاء الله استاذ، موفقين، يعطيك العافيه، حياك الله. سؤال يقول وايش احلى طبخه في شهر رمضان؟ شوف احلى طبخه واحسن طبخه الهريس. بس الهريس؟ الهريس والكباب. يلا يعطيك العافيه، مشكور، يعافيك، حياك الله. وايش احلى طبخه في شهر رمضان؟ أحلى طبخة في شهر رمضان، أنا لازم تقول لي سؤال، ويش ما في شيء حلو في شهر رمضان؟ كل شيء جميل، نجيد كباب، قيمات، ثريد، عيش وسمك، عصيد، بلاليط، يعني كل شيء مدام مرهون بشهر رمضان فيه خير وبركة وجميل. يعني كل شيء، المنيو كامل. المنيو كامل، كل شيء مميز، يعني أنت تنتظر شهر رمضان حتى تأخذ هذه وتتلذذ بهاي الأطباق. أنا توهقت الحين بيك تقول شيء عشان أقول لك شيء الثاني أحلى. أنت تحب شنو شهر رمضان؟ أنا بعد ما أعرف صراحة. أنت ما تعرف؟ نفسك. يعني كل مثل ما ذكرت، يعني مو بس الأكل، يعني كل شيء متعلق بشهر رمضان ففيه خير وبركة، وإن شاء الله هذا الشهر هالسنة يعني ترجع الأجواء. السنة القاعدة في البيت. هذا اللي خايفين منه. خلاص أكيد أنا أقول هاي لك من الحين. لا تفاول. مو أفاول، بلنت يعني. بلنت يا. حياك الله. حياك حبيبي. رمضان وإيش أحسن طبخة اللي ما تتفوت؟ الصالونية، الماي لحم، ماي دجاج، هي طبخات رمضان يعني معروفة. يعني ويا الخبز. إيه ويا الخبز. ما تتفوت. ما تتفوت. يعني الناس تبي. وإذا بعد بتروح تتسحر مكبوس كذي بعد ما. عشان ما تقدر تصوم يوم ثاني بعد. ايه عشان خلاص تنصدح ما تقعد من النوم. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله، وش أحلى طبخة في شهر رمضان؟ احنا عادة أكثر شيء ثريد والعيش ويا سمك صافي، والسحور طبعا مضغوط شيء كبسة قبل أدام نص ساعة. يعني كل عيش في عيش في عيش. كل عيش، هاي اللي شبع. الموز ما يعطل. الأكل قبل أن أنام لا تحاتي. كورن فليك. كل شيء كل شيء. يعني تتسحر بعد قبل ما تنام قبل ما هذا؟ هو سحور، يعني سحور البيت الساعة 12، سحور الساعة 2:30 قبل الأذان. ثلاث وجبات يعني في اليوم. ثلاث وجبات. يعطيك العافية. فيك إن شاء الله. يعني الثريد هذه الطبخة اللي ما تتفوت. ما تتفوت، هذه من خصائص شهر رمضان، هذه الوجبة المفضلة. ناس يأكلونها بخبز رقاق.
وناس ياكلونها بالخبز البحريني الاصلي، وش الفرق وش احلى؟ طبعا هذه اذواق على حسب المتذوق نفسه، يعني ناس تفضلها بالخبز الرفراف زين، وناس تاكلها بالخبز الخباز البحريني، وانا من ضمن اللي ياكلها بالخبز الخباز البحريني والالد. هي يعطيك العافيه ما تقصر، وعافيكم مشكورين عزيزي. وين انتم؟ كلامكم في اليوتيوب. كيف الحال؟ الله يحفظك ان شاء الله يسلمك. السؤال يقول ويش احلى طبخه اللي ما تتفوت في شهر رمضان؟ معروفه عند البحرينيين والخليجيين الهريس. ناس يقولون الثريد. لا الهريس، الفريد احنا يمكن في شهر رمضان كله يمكن 3 مرات ناكل فريد. نفخ البطن. نفخ البطن كلها سمك وهامور صافي، واكثر شيء يعني السمك اكثر من يعني الهريس الأكلة المفضلة. طبعا هو يعني عميد الطبخة والفطور يعني. يعطيك العافية ما تقصر. الله يعافيك. حياك. وش أحلى طبخة عندك في شهر رمضان؟ أحلى طبخة الله يسلمك بشمل. بشمل في شهر رمضان؟ إيه. تأكل في الفطور ويوم ثاني على الغداء؟ لا قيمات زين. على الغداء؟ على الغداء غوزي. غوزي على الغداء؟ من يجيبون لك على الغداء غوزي؟ مطعم ما يقصر. ما يفتحون الصبح لا. شهر رمضان. زين يسوون البيت ناقص شيء. يعني إن شاء الله أقول لهم هالسنة بعصم. أنا ما أصوم. ما تصوم؟ ما أصوم إلا في رمضان. يعني رجب كيف أصوم؟ أنا أصوم. شهر رمضان. دقيقة قصة. قصة قصة ايش قال؟ العيد. يلا مو مشكلة. يعطيك العافية. الله يعافيك. السؤال يقول عطنا شيء يذكرك بشهر رمضان. شيء يذكر الله يبشر. الصيام. الصيام ايه يذكرنا بشهر رمضان، الثريد ما يذكرك بشهر رمضان. اي نعم. القيمة. اي. السمبوسة. السمبوسة؟ اي. شكله وحشتنك هالايام. اي والله شو نسوي بعد. يعطيك العافيه ماسك حبيبي. وايش احلى طبخه في شهر رمضان؟ السمبوسه. السمبوسه احلى. الجيمات. الجيمات بعد. الجيمات بعد. اي زين. والكباب ما احب. ما تحبين الكباب؟ ما احب. بس الجيمات والسمبوسه. اي. والثريد؟ لا. قولي لهم يسوون لايك وشير وسبسكرايب. يقول السؤال ويش احلى طبخه اللي ما تتفوت في شهر رمضان؟ اكيد الثريد، يعني احنا معتادين عليه الثريد، وعقب الهريس، هذا الاثنين لازم يكونوا موجودين اساسيين. وتحلي بويش؟ اكيد تمره. ناس يحبون القيمات. والنعم القيمات هذا خب انت تتلدد فيه، بس التمره الاساسيه وعقبها الثريد والهريس. ان شاء الله ما جوعنا. لا عمي والله ونستوني الصراحة. يعطيك العافية. وش أحلى طبخة اللي ما تتفوت عندك في شهر رمضان؟ طبعا الطبخة المفضلة طبخة رمضان الفريد. القيمة أكل اليوم ولكن الفريد أضبط يعني. بس ينفخ البطن الثريد والعيش أحس أفضل. لا وين الطبخة ما أكلها إلا في السنة مرة في هذا الشهر الفضيل. يعطيك العافية ما تقصر، وبرز روحك للثريد. ها بس المرة هالأيام خلاص في البيت وما تطلعون، بس تأخذون لفة على البحر رياضة وتعودون البيت. كورونا أوكي إن شاء الله. الله يوفقكم. تتحب أي أكلة في شهر رمضان؟ كل شيء نأكل إحنا. كل شيء؟ كل شيء. ما شاء الله عليك. يعطيك العافية. الله يعافيك. حياك الله. روزا آية غلام. روزا روزا رمضان رمضان آية رمضان آية كياتم كان هاري رمضان كيا كان رمضان أنا كان رايس هذه كلها هلو هلو هذه سويت هذه بار هذه الحمد لله رحمة الله رحمة هذه رمضان رحمة رمضان رحمة الحمد لله كام هي رمضان كام تورا كام هي إيه كام في كان واجد ما في مشكل هذه هذه النفر working هذه شغل hello هذه بار رمضان ركب هذه داخل قلب اوكي زين الحمد لله اوكي شكرا غلام.
يلا مشكور.